أهلا بحضراتكم، وهذه التغطية المستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز. والبداية من ملف التغيرات المناخية. أفادت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في نيجيريا بأن فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود. وفي بيان ذكرت الوزارتان أن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من أصل 36 وأثرت على نحو 1,400,000 شخص. من جانبها أوضحت السلطات النيجيرية أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة، مضيفة أنها تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاجادو في الكاميرون المجاورة. تعهد وزير المال الباكستاني إسحاق دار بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معربا عن آماله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وبعيدة الأمد. يأتي هذا مع تقديرات جديدة تفيد بأن باكستان ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمرة. تراجع منسوب المياه في نهر الميسيسيبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات جراء شح الأمطار لفترة طويلة، ما أربك حركة الملاحة باتجاه خليج المكسيك التي تشكل محوراً أساسياً للاقتصاد والصادرات الأمريكية. يقوم سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي بعمليات تجريف طارئة للسماح بعبور المراكب. أعلنت أستراليا عن أول وفاة ناجمة عن الفيضانات واسعة النطاق مع تراجع غزارة الأمطار، بينما بلغ منسوب الفيضانات ذروته في معظم مناطق جنوب شرق البلاد. هذا وبدأ مئات السكان عمليات التنظيف بعدما غمرت المياه الشوارع والمنازل والسيارات في ثلاث ولايات، بينما كانت ضواحي ملبورن من بين الأكثر تضرراً. قال المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستراتيجية المناخ والتسليم هاري كاربنتر إن التمويل الجماعي المشترك للمناخ من بنوك التنمية متعددة الأطراف حقق رقما قياسيا عند 82 مليار دولار عام 2021، بما يتجاوز أهداف تمويل المناخ لعام 2025 المحددة في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك كوب 25. وبلغت هذه الأهداف إجماليا متوقعا قدره 50 مليار دولار أمريكي للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وما لا يقل عن 65 مليار دولار لتمويل المناخ على مستوى العالم، مع مضاعفة تمويل التكيف المتوقع إلى 18 مليار دولار والتمويل المقدم من القطاع الخاص إلى 40 مليار دولار. واعتبر كاربنتر أن هذه الأرقام تعد أخبارا جيدة قبل مؤتمر كوب 27.
دعت منظمة الأمم المتحدة إلى المزيد من الاستثمار لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد وتخفيض انبعاثات الوقود الإحفوري والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. أشارت المنظمة إلى وجود 5 حلول لمساعدة الدول على التعامل مع أزمة المناخ، ومن بينها أنظمة الإنذار المبكر التي يمكن أن تقلل الضرر اللاحق لموجة حر أو عاصفة بنسبة 30%، واستعادة النظام البيئي ودعم البنية التحتية المقاومة للمناخ، والاهتمام بإمدادات المياه والأمن، بالإضافة إلى التخطيط طويل الأجل حول حلول التكيف مع المناخ. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل نعود من بعد لاستكمال هذه التغطية. قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن أزمة تكلفة المعيشة ستجبر الطلاب في بريطانيا على الاختيار بين الدراسة وتناول الطعام، موضحة أن طلاب الطبقة العاملة سيكونون الأكثر تضرراً، بينما سيواجه طلاب الطبقة الوسطى صعوبات مالية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى استطلاعات بياناتها أن 73% من أولياء الأمور و66% من الطلاب قلقون للغاية بشأن تكلفة المعيشة أثناء فترة الجامعة، بينما أكد 36 من أولياء الأمور أنهم يكافحون لإعالة أنفسهم وأطفالهم ماديا في الجامعة. أضافت The Guardian أنه اعتبارا من يونيو الماضي كان 11% من الطلاب يستخدمون بنوك الطعام، بينما كان 9% من الطلاب يعملون لمدة 21 وحتى 30 ساعة في الأسبوع، و11% يعملون أكثر من 31 ساعة. تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع، فيما سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما. على وقع بيانات مخيبة للآمال، تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة القوي قد يؤدي إلى ركود. وبحسب بيانات السوق في نهاية أسبوع متقلب، تراجع مؤشر ستاندرد أند بوردز بنحو 2.4%، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع حوالي 3.8%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.34%. وتشير توقعات المستثمرين حالياً إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال بعيدا جدا عن مستهدفه البالغ 2%. وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. وقد يكون الارتفاع الحاد في توقعات التضخم أمرا مقلقا بالنسبة إلى جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على توجهاته فيما يتعلق بتجديد السياسة النقدية. وفي أحدث تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار بعضهم إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان مخططا له في السابق. وقالت أستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إن سعر الفائدة النهائي قد يحتاج لأن يكون أعلى من أجل تهدئة الأسعار، فيما أكد مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دعمه القوي لرفع أسعار الفائدة إلى المستويات التقييدية، وإن زيادتها إلى نطاق 4.5% إلى 5% هي النتيجة الأكثر ترجيحاً.
مباشرة من نيويورك الزميل ياسر نور الدين مراسل اكسترا نيوز لمزيد من المتابعة. ياسر، أنا برحب بك إلى هذه التغطية. يعني كيف يبدو المشهد المتعلق بالاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ندى، دعيني أرحب بك وبالسادة المشاهدين. يعني دعيني أيضا ألخص الأمر فيما قالته واشنطن إكزامينر، هذه شبكة الأخبار الكبيرة في هذا الأمر، حيث أنها قيمت السياسة الاقتصادية الأخيرة للرئيس جو بايدن بأنها ضعيفة، وليست ضعيفة فقط ولكنها ضعيفة للغاية. أيضا أوردت واشنطن إكزامينر بعض الأرقام والمؤشرات، حيث أنها تحدثت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى حوالي 4%، وأيضا تحدثت أن على الرغم من أن الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في خفض أسعار البنزين والتي وصلت إلى حوالي 4.9%، عادت في الأسابيع القليلة الماضية ندى لترتفع إلى حوالي 6%. كان منذ أشهر أيضا تحدثت بلومبرج عن توقعها أن يكون في الربع الأخير في هذا العام أو بداية العام القادم 2023 أن يكون هناك ركود اقتصادي لأكبر دولة اقتصادية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية في مأزق شديد منذ 24 من فبراير، الحرب الروسية الأوكرانية ندى، حيث أن الانتخابات النصفية للكونغرس سوف تكون في 6 و7 من شهر نوفمبر. يحاول الحزب الديمقراطي أن يتفوق على الحزب الجمهوري، ولكنه ربما كما تقول استطلاعات الرأي سوف يخسر هذه الجولة. الضحية طيب في هذا الأمر هو هذه المحاولات من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، بالطبع يجب أن يكون يعني أو تكون مسنودة بخطة بشكل أو بآخر. ما هي الخطوات التي من الممكن أن تعول عليها الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة، خاصة وأن حتى مسؤولي الفيدرالية الأمريكية يتحدثون عن أنه لربما يتجه الفيدرالية الأمريكية ل يعني رفع سعر الفائدة مرة أخرى؟ ندى، يعني هذا الأمر جو بايدن تحدث عنه تفصيلا أو تحدث بشكل يعني مركز، وقال بأن الاحتياطي الفيدرالي هو المنوط به مواجهة التضخم. إذن ترك الكرة في ملعب الفيدرالي الأمريكي، وكل التقارير التي تصدر عنه بأنه لا غبار أو لا مانع على الإطلاق من أن تتم الزيادة وارتفاع سعر الفائدة مرة ومرات عديدة، وأن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا ينكرها بأنها سوف يعني ما سيقوم به أو ما يقوم به حاليا الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر الفائدة سوف يكون له تأثير كبير على العائلات والأسر. ويستشهد بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الثمانينيات قد اتخذ هذا الأمر، فلا ضير في ذلك للخروج من هذه الأزمة. ولكن أيضا دعيني أشير بأن المواطن الأمريكي هو الذي يدفع فاتورة ذلك. يعني نتحدث على سبيل المثال بأن ارتفاع سعر القروض وصل من 2.5% إلى 7.25%. إذا أراد أي شخص أن يقوم بشراء منزل عليه أن يتبع الإجراءات المنوط بها في التعامل مع البنوك الأمريكية والذهاب للاقتراض. كانت سعر الفائدة منذ 3 أشهر أو 4 أشهر على وجه التحديد لا تزيد عن 2.25%، الآن تزيد على أكثر من 7.25%. هذا رقم كبير للغاية، جعل البائعون يحجمون عن بيع منازلهم، وأيضا جعل المشترون أيضا يحجمون على الشراء. ناهيك ندى عن فكرة الأغذية، ارتفاع صارخ في الأغذية لمسه كل مواطن أمريكي، وكل حتى يعني دعيني أذهب إلى حتى المغتربون الذين يعيشون هنا من الولايات المتحدة، هي بلد مهجر كما تعلمين، أصبحوا يعانون كثيرا وأصبحوا يبحثون عن عمل. وأكثر أنا لا
يعني هذه هي التقارير من وزارات المنوط بها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار الأغذية ارتفعت إلى حوالي 3%. البنزين في عاود الارتفاع طفيفا. ودعيني أقول لك يعني ما أشرت إليه بانخفاض سعر البنزين، أقصد بذلك أنه كان يصل إلى حوالي 2.5، ثم زاد إلى ليصل إلى حوالي 5 دولارات أو أقل قليلا. نقص أو الانخفاض أقصد بذلك أنه قد انخفض دولار أو أقل، ولكنه ما زال مرتفعا عما كان عنه منذ 6 أشهر تقريبا. طيب ياسر، يعني ارتفاع أسعار المنازل، الارتفاع في أسعار السلع الأساسية أو في أسعار الغذاء بشكل عام، يعني هي مشكلة لم تطال الولايات المتحدة فقط، طالت الكثير من البلدان. هنالك بعض الشعوب لربما عبرت عن استيائها، عبرت عن رفضها من هذا الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار في الدول الأوروبية. كيف تبدو الصورة في الولايات المتحدة؟ كيف يعني أو بما نقيس رضا المواطنين في الولايات المتحدة عن حتى الخطوات التي تتخذها إدارة جو بايدن أو البنك الفيدرالي الأمريكي؟ يعني على الرغم من كل هذه التقارير والأرقام التي تتحدث عن التضخم ومعاناة المواطن الأمريكي، ولكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى اقتصادياً. معاناة نعم نرصدها كل يوم وليلة، ولكن أيضا يعني كانت في منذ جائحة كورونا كان هناك خروج لأصحاب المحال وأصحاب المطاعم وبعض الشركات الصغيرة في ميدان تايمز سكوير، وقاموا بالتعبير عن رفضهم عن الإجراءات التي تمنع غلق محالهم، وذلك يعني ما يصاب بتضرر كبير لمالك هذه المحال وأصحاب الشركات الصغيرة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أو قامت بفتح أو ضخ بعض الأموال، هذا ما يهدئ من بعض المواطنين. ما زالت هناك بعض فرص العمل هنا وهناك، ليس وصولا كما هناك في بعض الدول، يعني حنق أو خروج مثل فرنسا على سبيل المثال، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية هذه النقطة لم تصل إلى الذروة. وإن كان يعني محللون أيضا اقتصاديون يعني يحذرون من هذا، ولكن قد يضع المواطن الأمريكي حدا لذلك بتغيير السياسات للرجوع مرة أخرى إلى الحزب الجمهوري، وهذا ما يتحدث عنه السياسيون في الشهر القادم. قد تكون انفراجة يعني ضخ أكثر من 1,000,000 برميل على سبيل المثال من الحكومة الأمريكية منذ أشهر قليلة، جعل ذلك تهدئة للوضع. أيضا مسألة يعني فتح باب لهؤلاء المواطنين في العمل أيضا عمل على التهدئة، ولكن بشكل عام المسألة يعني متأزمة لا تصل إلى الخروج مثلا والاعتراض في الشوارع، ما زالت الأمور تحت السيطرة وأمنيات ويعني تقارير تخرج من البيت الأبيض بأن الأمور ما زالت تحت السيطرة، وأن الحرب الأوكرانية هي السبب في ذلك، وأن الرئيس جو بايدن هو السبب في ذلك، ولكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقف على قدمها ولن تنهار كما تقول بعض التقارير أيضا. نعم. التي تؤيد الإدارة الحالية الديمقراطية. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر من نيويورك مباشرة، زميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك. نقلت صحيفة فاينانشال بوست الكندية عن محافظ بنك كندا تيف ماكليم قوله إنه لم يغير رأيه بشأن رفع أسعار الفائدة حتى مع تزايد التوقعات بشأن الركود المحتمل في العام المقبل. وأثناء حضوره الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضح ماكليم أن هذا الوقت ليس مناسبا للتحلي بالمرونة بشأن أسعار الفائدة، مضيفا أن هدف البنك المركزي الحالي يتمثل في استعادة استقرار الأسعار وخفض التضخم.
تواجه الدول حول العالم موجة تضخم غير مسبوقة لعدة أسباب، من بينها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار. المزيد نتابعه في سياق هذا العرض مع كريم حاتم. موجة تضخمية غير مسبوقة تمر بها دول العالم نتيجة لتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية من جانب، والارتفاع التدريجي في أسعار النفط من جانب آخر، مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي. ففي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال 5 أشهر. وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن أسعار المنتجين ارتفعت في سبتمبر بنسبة سنوية بلغت 19.9% مقابل زيادة نسبتها 18.9% في أغسطس. وأرجع مكتب الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة. وفي البرتغال تسارع معدل التضخم ليصل إلى 9.3% في سبتمبر، ليشهد أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1992 وفقا لما ذكرته المصلحة الوطنية للإحصائيات. في غضون ذلك توقعت محافظ المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك، مشيرة إلى أن أعلى هدف للبنك خلال الفترة القادمة هو خفض التضخم في منطقة اليورو على الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي. وفي آسيا وتحديدا في الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم، فقد ارتفع التضخم لأعلى مستوى في عامين خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار اللحوم والزيادة في أسعار الخضروات نتيجة لتأثير الطقس السيء على المزارعين. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.5% في أغسطس الماضي. وفي القارة الإفريقية قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية في دول القارة تمر بوقت حرج وهي تحاول كبح التضخم الذي خرج في الأغلب عن السيطرة ويتسبب في مستويات من انعدام الأمن الغذائي. وحذر الصندوق من أن 123 مليون نسمة يمثلون 12% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي بنهاية العام. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لموجة التضخم غير المسبوقة التي تعانيها دول العالم. شكرا لطيب المتابعة. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين إن الصين هي الحاجز الذي يحول دون تحقيق تقدم أكبر في عملية إعادة هيكلة أكثر من فعالية للديون باعتبارها إحدى الدول الدائنة المهمة. وفي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أوضحت يالين أنه كان هناك الكثير من المناقشات بشأن ما يمكنهم القيام به، وذلك لاجتذاب الصين إلى طاولة المفاوضات وتعزيز التوصل لحل أكثر فاعلية. وشددت على ضرورة تنفيذ عملية إعادة هيكلة أكثر فاعلية للديون، مضيفة أن الصين لديها دورا كبير تلعبه. سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أكتوبر الجاري وسط ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويتزامن مع خسائر الذهب زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل في ظل استمرار ارتفاع التضخم. وعند التسوية تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 1.7%، وعلى مدار الأسبوع سجل الذهب خسائر بنحو 3.5%. أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيمي هانت اعتزام حكومة لندن زيادة بعض الضرائب وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي، ولكن بأقل مما كان مخطط له سلفا. وشدد هانت على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا. كانت رئيسة الوزراء ليستراس أقالت كواسي كوارتينغ من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجها الاقتصادي المثير للجدل في ظل اضطراب الأسواق المالية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذة منال لطفي، مديرة مكتب الأهرام في بريطانيا. أستاذة منال، في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني كيف يبدو الوضع تحديدا في لندن المتعلق بالاقتصاد؟
أولا مرحبا بحضرتك والمشاهدين الكرام. الوضع قلق طبعا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي، لأنه بسبب الحيرة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا حاليا هناك الكثير من التحركات السياسية. وأمس كما تفضلتي تم إطاحة كوزي كوارتينغ وزير الخزانة البريطانية بعد 38 يوم فقط، هو الثاني أقصر وزير خزانة في تاريخ بريطانيا. وبرغم الإقالة الأسواق ما زالت قلقة، الجنيه الإسترليني انخفض أكثر بعد إقالة كوارتينغ، وأيضا عبء الديون البريطانية تزايد، يعني سندات الحكومة التي مرتبطة بخدمة الديون ارتفعت أسعارها. وللأسف بنك إنجلترا أمس أعلن أنه يوم أمس كان سوف يكون آخر يوم لتدخل بنك إنجلترا لإنقاذ السندات البريطانية، وهناك بالتالي مخاوف من استمرار صعود الأسعار واستمرار ارتفاع خدمة الدين، وهذا قد يؤثر للأسف على صناديق المعاشات. وبالتأكيد وزير الخزانة الجديد جيرمي هانت أمامه تحدي كبير جدا، لأنه للأسف حزب المحافظين في بريطانيا منقسم بشدة حول الاتجاه الاقتصادي للحكومة. للمستمع الكريم أو المشاهد الكريم، حزب المحافظين لديه جناحين أساسيين، جناح يعتقد أنه خفض الضرائب هو أسرع طريقة للنمو الاقتصادي، وجناح آخر يعتقد أنه بالعكس أنه خفض الضرائب سوف يغرق البلد في أزمة ديون ويعوق النمو، ويعتقد أنه من الأفضل زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة وتعزيز السوق من أجل أن يأتي النمو تدريجيا. وبسبب هذا الخلاف الحاد في الحزب سوف يكون جيرمي هانت أمامه مهمة صعبة بشكل مضاعف. طيب أستاذة منال، هل ثمت أولويات؟ يعني لربما التحديات الخارجية كل الدول بتكون ليس لها يد فيها وتحاول العمل على الخروج من هذه الأزمة، ولكن يعني كما تفضلت وذكرت المشكلة الآن باتت التي تواجه لندن تحديدا باتت تحديات داخلية وأخرى خارجية. هل ثمت أولويات الآن أمام الحكومة البريطانية وخاصة جيمي هانت؟ أعتقد في رأيي الشخصي الأولوية الأولى هي لضبط سعر الجنيه الإسترليني وعدم خروج أسعار الفايدة عن السيطرة، لأنه اليوم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كان في واشنطن يحضر الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي، وهو قال أنه هو يتوقع أنه في اجتماع بنك إنجلترا في نوفمبر المقبل سوف يتم رفع سعر الفايدة مجددا. نحن نتوقع في بريطانيا أن يتم سعر الفايدة 0.5%، لكن أنا قريتي لتصريحات أندرو بيل اليوم إن هو يتوقع زيادة سعر الفايدة أكثر من 0.5%، وقد يكون حتى 1%، وهذا سوف يكون للشارع البريطاني كارثي، بمعنى إنه سوف يؤدي أولا للمزيد من تدهور سعر الجنيه الإسترليني. وبالتالي إذا لديك قطاع الأعمال في بريطانيا سواء الميديم أو السمول سايز البيزنس الصغير أو المتوسط الحجم الذي يستورد الكثير باليورو بالدولار سوف يعاني بسبب زيادة تكلفة الاستيراد. لكن أيضا الشارع البريطاني العادي إذا كان لديك قسط عقاري على سبيل المثال وكنت تدفعي من شهرين ثلاثة على سبيل المثال 800 جنيه استرليني، مع رفع سعر الفايدة الذي يقترب الآن من هو بالفعل 6% ممكن يوصل ل 6.5% بنهاية هذا الشهر، هذا يعني أنك مفروض تدفعي 1300 جنيه استرليني. طبعا بالنسبة للعائلات التي لديها رواتب ثابتة ولديها زي كل أسرة الشرع الأسرة البريطانية مثل الأسرة المصرية لديك دخل معين وتخصصي الدخل على حسب الاحتياجات، لما بيزيد آيتم بعينه أو بند بعينه تزيد تكلفته 200-300-400-500 جنيه، هذا سوف يضع ضغط شديد على الشرع البريطاني. صحيح. سوف يقل الاستهلاك، وطبعا في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات في مصر فكرة الاستهلاك هي المحرك العمود الفقري لفكرة الرأسمالية. أنت تحتاجين شارع ينفق يستهلك لكي الهاي ستريت أو البيزنس يبيع ويشتري ويكون في أرباح، وبالتالي كل فكرة العملية الاقتصادية اللي هي دايرة مقفولة تتأثر سلبا إذا ما قلت قدرة يعني حتى أن ذا جارديان تحدثت عن أن الطلاب سيواجهون ربما مفضلة بين الحياة المعيشية ووجود غذاء وأمام فكرة أن يتم استكمال تعليمهم. هناك بالتأكيد هذا يضع صعوبات على الطلبة في بريطانيا، على الأسرة البريطانية، على كل الناس. لديك اختيارات في بريطانيا، الخيار ما بين أن تأكلي أو تستخدمين المواصلات العامة أو تمشي المشوار بدل ما تاخدي المواصلات العامة أو تغيرين نوع الأكل بحيث يكون أكثر يعني أقل تكلفة.
هذه هي الخيارات الصعبة التي وضعت على مائدة المواطن البريطاني والمواطن الدولي، ليس فقط البريطاني كما تفضلت، هي أزمة دولية، لكن في بريطانيا لديها جانب محلي متعلق به، أنه لديك حكومة لا تعرف أين البوصلة. يعني من حسن الأقدار إذا لديك أزمة اقتصادية عالمية أن تكون لديك حكومة تعرف فين البوصلة. في بريطانيا للأسف الشديد منذ البريكزيت ولدينا زي حرب أهلية داخل حزب المحافظين، وطبعا المشاكل الداخلية تتعاظم مع الأزمة الاقتصادية الحالية، لكن أيضا كما تفضلت الطلبة أو المواطن العادي لديه خيارات صعبة حول أين ينفق الأموال القليلة التي تأتي بسبب ارتفاع الأسعار. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر مباشرة من لندن الأستاذة منال لطفي مديرة مكتب الأهرام في بريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.